كيف ترى أنت وضع الأذرع الإيرانية الموجودة في المنطقة والتي تعمل خارج إطار الدولة والقانون بشكل عام في المنطقة؟ هل تعتقد بأنها بدأت بالانحسار؟ هل بدأت بداية نهاية هذه الميليشيات برأيك؟ No, listen, I think that it was an important أعتقد victory for the people of أن Iraq. هذا نصر مهم لشعب العراق إذ أن إرادتهم تم تحقيقها بصندوق الاقتراع. هم صوتوا ضد هذه الميليشيات. هم لم يصوتوا للولايات المتحدة، هم لم يصوتوا لإيران، بل صوتوا للعراق. وبالطبع كانت هذه انتكاسة للميليشيات الإيرانية من ناحية سياسية، ولكن كما لاحظنا هم لا يهتمون من الذي يتم انتخابه، فسيخرجون إلى الشوارع ويقتلون الناس بكل الأشكال. هم لا يحترمون رأي الشعب في صناديق الاقتراع. إذن هناك انتكاسة في العراق، أتمنى أن يتم البناء عليها وتصحيحها، ولكن حتى في مناطق أخرى في المنطقة نلاحظ أن هناك قوات من تمثل إيران والميليشيات الإيرانية في العراق، في اليمن، حتى حزب الله يبقى قوة مسيطرة في لبنان، وبالطبع الميليشيا المدعومة من قبل إيران الموجودة في سوريا والتي ساعدت نظام الأسد لكي يصمد أكثر ويستمر في هذه الحرب. وهذه قد تكون مشكلة مثلا في العراق، وجود مئات آلاف الأشخاص المسلحين الحاصلين على دعم إيران والذين يعملون خارج إطار سيطرة الحكومة في بغداد. هذه مشكلة، وهذا الأمر من شأنه أن يزعزع الاستقرار في العراق. ولكن في نهاية المطاف المجتمع الدولي يجب أن يدعم أيا كانت الحكومة الموجودة في العراق، وذلك لتحقيق السيادة في العراق. بمعنى آخر، الدولة يجب أن تحتكر استخدام القوة. أعتقد أن الانتخابات كانت خطوة إيجابية نحو تحقيق هذا الأمر، ولكن ما يزال هناك الكثير ليتم إنجازه.